عندي كتير أسئلة من اللي عم تجيني على zavainonline.com. بدي يعني موضوع الممثل اللبناني في عليه كتير جدل. مثلا من الأسئلة اللي انسألت، هل ما كان في ممثل لبناني برأيك يلعب دور الباشا؟ بلا، لا شك انه كان في دور. وليه ما نقيت ممثل اوقات بيكون اللي بدك اياه ملتزم، وقته ما بيساعده، ما انه متفرغ. مين ممكن يعني؟ مين انه في كتير، في كتير يعني نقولها دانيال، رفيق علي احمد، بدون يعني بدون ما سمي كتير، بحس في كتير كان فيهم يلعبوا اكيد. ومش ندمان انه ما كان؟ لا. طب هل كان برايك كان ممكن ينجح اكثر لو كان مثلا رفيق علي احمد او لدانيال؟ ما فيني يعني هيك صرت عم نبصر يعني. بس انا لما نقيت رشيد اسيف شفته بهيدا الدور، وانا ما تنسى انا رشيد من زمان حاطه براسي لدور معين يعني بعرفه. نعم. من زمان وحابب انه لما قريت النص شفته يعني. نعم. هذه كل القصه. وفي على فكره كمان ممثلين بياخذوا مساحه بتخليهم يعني يبينوا جدارتهم ويظهروا، مثل مثلا سهى قيقان الممثله اللي تميزت بهذا الدور. احيانا بتلاقي انه في ممثلين كتير جيدين بس ما بينعطوا الفرصه. ما هي انتبه، هو الدور اهم شيء. كل ممثل إذا معه دور حلو. طب في ناس ممكن ينظلموا إنه والله ما انكتب لهم دور. أكيد، مشان هيك وقت تعمل كاست الممثل بده يعرف ينقي الدور تبعه، هي أهم شيء. رح وقف حكي عن الدراما، زهقنا دراما لبنانية، رح نحكي عن مروان حداد. هو المسلسل أنت اسمه أنت مين؟ بس هلا ما رح أسألك أنت مين؟ خبرنا عنك. أنا مين؟ أنا شخص باشا الدراما اللبنانية. لا يا عمي لا، والله بقوم وبقوم وبصيروا. لا من وين؟ بدون بشاويه مش مخلصين. من اي منطقه؟ انا اساسا من زحله، بس نفوسي حاليا صار لي فتره ناقلينها على الاشرفيه، صوت بالاشرفيه، وانا دارس حقوق ومارست المحاماه لفتره 15 سنه، وبعدين انتقلت للانتاج، وصار لي فوق تقريبا 30 سنه بالانتاج، وعم عاني كل يوم مع الشعب اللبناني من الوضع العام يلي عايشه البلد، بس مآمن بهالبلد. وصار لي فرص كتير اني هاجر وفل، ما فليت. نعم. لان ما فيني اعيش برات هيدا البلد. مشان هيك انا بقول لهم انه هيدا بلد كاريزماتيك كتير، جذاب. اذا بظهر لبرا ضلني خناق يعني، بدهم يسافروا، ما كتير بحب السفر الا فوق اذا بدك الطبيعه. وأدخل مرة ثلاثة أيام أربعة أيام حتى بباريس بحوس بدي أرجع. وين أكتر شيء بتحب تسافر؟ يعني ليك أكتر شيء ما بيعنيني ولا مرة لحد وين بروح، عطول مع مين بروح يعني. أنا وين ما بهمني وين بكون، بهمني مع مين بكون. ومع مين بتحب تسافر؟ بحب أسافر مع أشخاص اتسلى أنا وياه مثلا يعني مين جوي أصحابي بالسفر؟ لانه بيقولوا ما بتكتشف صديق الا على سفر. ايه هلا انتبه انه اجمالا بيكون اكثر من واحد، بنروح جروب، تكون مرتي معي يلي صار لها فترات من المعاناه انا وياها من وراء الدراما اللي معذبتنا ومعذبتها. انت ما عندك اولاد؟ لا ما عندي اولاد. نعم. يعني زوجتك بما انه هي عنصر اساسي بنجاحتك وبراحتك 100%، وبوجه لها تحيه يعني اكيد هلا عم تحضرنا. أكيد. شو الشيء اللي بتحب تقول اياه بعد ولا ما قلت لها؟ مرتي كثير ذكيه وكثير قليله الحكي، وما بتحب حدا يزعل منها او انا زعل حدا، فمشان هيك دائما بس يكون عندي مقابله بتضل لحقتني على الباب انه روق، ما تهاجم، ما تكذا، انه عرفت كيف هي طبعا هيك مسالم هادي. وكتر خير الله يعني بتحبني بشكل. وانت شو اكتر شي بتحب فيها غير المسالمة اللي فيها؟ ليك انا اذا بدك يعني بالاخر مرتك انت مجوز يعني، بتصير كل شي يعني، انت حتى بتصير اذا بدك هي المرأة بتفتش اذا بدك بالامان عند زوجها، بس انا بقول كمان الزوج بيلاقي الامان عند مرته. يعني اليوم انت اذا ساخن، اذا مريض، اذا تعبان، اذا عندك مشكله،
إذا كان كل شيء منيح يمكن ما بتفكر كتير بمرتك، بس إذا عندك مشكلة أو تعبين بتحس نعم. ملجأك هو مرتك يعني. وخاصة إذا ما في أولاد بالعائلة بتكون صح. العلاقة شوي ايه أصعب. مشان هيك الفوكس علي هي من قبلها أكتر بكتير، لأنه مش مقصومة هالمحبة بيني وبين الأولاد، فكلها جاية علي يعني. نعم، وكيف تتعامل مع أنه ما عندك أولاد يعني الموضوع؟ عادي عادي، أنا الموضوع تخطيته يعني. أنا يعني لما تجوزت كنت مقرر انه ما اجيب اولاد، لانه انا زلمه كتير اذا بدك دقيق وبرفكسيونيست مثل ما بيقولوا يعني، وكنت حاسس لما اتجوزت ماني جاهز لاجيب ولد يعني. انا ما فيني اجيب ولد واتركه هيك يعني، بدي الحقه بكل تفاصيله، بدي اهتم فيه كتير كتير يعني، انا متكب اهتم بشغلي. فمشان هيك كان في قرار بدي اخده، وانا ما كنت مهيأ اني هالقد يكون إذا بدك نوع من الأنانية، نوع من شو بعرفني، ما فيني أفسر لك إياها يعني، بس بعرف إنه هيدا قرار اتخذ. هلا يمكن مرتي ما بتحب كتير أحكي عنه بالإعلام، فهلا بعتذر إنه عم بحكي فيه، بس هيدا الوضع. بس قد إيه ندمان إنه أخذت هالقرار؟ ولا شوي. ما في عندي ولاد خيي ولاد أختي، وعادي عادي، أو لا أعتبر ما تجوزت. وزوجتك كانت شريكة لك بهالقرار أو هي كانت؟ أكيد لا، أكيد لا، بس انه بتحبني لدرجه انه اللي بيرضيني كان انه بيرضيني. نعم. قلنا 15 سنه بالمحاماه وكنت نعم. متخصص بالاحوال الشخصيه نعم. اشهر شيء بموضوع الطلاق. صح. شو حملت من هال 15 سنه للانتاج كمحامي ليك ناجح؟ ايه ليك، انا مش بس من الطلاق او من الاحوال الشخصيه، انا كل واللي حوالي بيعرفوا، وتوني هلا معي بيعرف هالشيء تماما. من وجه تحية لتوني. من وجه تحية لتوني. انصير. توني انصير وينه ما عم شوفه. هو بيعرف تمام. أنا كل تفصيل في محامي يعني، ماشي بال24 ساعة بالإنتاج، بس أنا محامي عم ينتج يعني. بس أنت مش محامي شركتك. لا عندي كذا نعم. محامي، لأنه دي الوقت نعم. ومتابعة. وكيف علاقتك مع المحامين؟ جيدة جدا نعم. بس مش إنه بتعلم عليهم. لا لأنه أصدقائي نعم. وبيعرفوني يعني، مش رح يجي يغشني أو يقول لي لا. بس أنا كل تفصيل بالإنتاج أساسه كمحامي يعني إيه. بتتعامل معه. صح صح. مشان هيك بتلاقيهم عطول القانون دغري، إذا في شخص بحسوه مش منيح كذا، أنه عطول فيه متابعة. نعم. وبموضوع الطلاق يمكن أصعب شيء محامين اللي بيشتغلوا بالأحوال الشخصية والطلاق. إيه بلبنان، لأنه للأسف بعد ما عنا زواج نعم. مدني يعني، وهيدي نعم. مثل ما بيقولوا إن شاء الله نوصل لها يوما ما، لأنه اختياري نعم. مثل ما بيقولوا. تتعاطى كمحامي يعني بشغلك الإنتاجي، كيف تتعاطى مع طلقات نجومك؟ يعني بس يتعرضوا حياتهم الزوجية وطلقاتهم وزيجاتهم وآخر متى يعني موضوع نادين نجام وزوج جيسكار أبي نادر، نادين الراسي، نادين الراسي عفوا بعتذر، نادين الراسي وزوجها اللي من بعد طلاقه فتحت له أبواب إيه بس ما دخل هاي بها، مش لأنه طلق ولا بشي. أنا أنه أصحاب أنا وجيسكار ونادين، ونادين أنت بتعرف اشتغلت معي فترة طويلة، وجيسكار كان جوزة وكان في معرفة، وكنا على طول نحكي أنه أنا بدي مثله وحابب مثله إلى آخره. لا اجى الصرف بس ما اعتبرت انه بما انه طلق اذا بدك وحده من نجماتك بالدراما انه ما بدك يعني تفوت ما بهال... ما فك انا ما بفكر ليك، انا بس بدي اعمل كاست، ما بفكر بشيء الا بالشغل. بس ما قلت ممكن هذا الشيء يزعل نادين الراسي؟ ما لازم تزعل، ليش بتزعل؟ اذا ما اشتغل معي راح يشتغل مع غيري، ليه بده غيري يقطفه؟ بقطفه انا. وقطفته يعني بتعتقد؟ اكيد، وهلا هو بلش ومستمر وبعد له مستقبل كتير كبير قطفت كتير عالم وبيروحوا أكيد، ودايما وهذا شيء بيسعدني. ودايما المنتجين بيحكوا عن إنه قدين نجوم يعني فيهم قلة وفاء تجاه ما أنا ما بطلب منه شيء يعني، أنا أعرف تماما إنه في، أنا بآمن بشغلي، تعمل أنت منيح مع شخص ما تنطر منه، بيجيك من غيره. لا. فهيدي انا مبدا متبعه، وبالتالي ولا مره اذا انا بعطي شخص بطلب منه او اذا نجم، لان بالنهايه بعرف بده يفل يعني. اليوم الدنيا مصالح يعني، ما بقى فيك اليوم مثل ما بيقولوا مثل ما كنا عايشين من 50 سنه والناس لبعضها. بس ما في عقود كمان بلا تربط في النجوم. عقود في عقود تربط النجوم، بس اليوم الحصرية والعقود صارت بتشتغل ضدك، لأنه أنا جربتها ولقيتها يعني صرت نعم. أوقات تعمل مسلسل ناجح، تاني مرة جبر بالعقد
نفسه. بدك نص وقتك ضيق، جيب نص ما يطلع على هلا موقفين هالعقود الطويلة. انا ايه وقف يعني مع دليدا خليل او صليبة؟ ما عندي عقود مع حدا ابدا، عادي عادي. هلا بجيب نص، كل واحد يعني مع رزقته بيجي ايه بقرا النص، بشوف بحكي مع الاشخاص الكذا فاضيين، منتفق اتفقنا بنمشي، ما اتفقنا. من 15 سنة محامي إلى منتج فني، كيف النقلة صارت؟ النقلة صارت إذا بدك بحكم الصداقة والعلاقة، وكنت أصدقاء أنا ومروان نجم، ومروان كان عنده مسرحية وأنا كنت أصدقاء وكنت محامي؟ لا، كنت صديق ومحامي بالوقت نفسه، ووقت المسرحية كان بده هيك محامي مشان يتبع له الأشياء والمشاكل والفايلات والعقود، وتعرفت على المهنة وحبيتها وفت فيها. وأستاذ مروان كان عنده شيء مشكل أو يعني ببدايتها؟ لا 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 لا، ما إنه المحامين صار عم ينافسنا يعني، كان في هالنوع من العلاقة يعني. هلأ بالنهاية شو بيقولوا، ما كنت أنت منافس رح يكون في حدا تاني يعني. بس استغرب هو أول من ما بعرف انه ما بصراحه ما سالته، بس مرقته بفتره جفا. انا عم بستنتج يعني خلص نحن اليوم اصدقاء، وهو عم يشتغلوا سوا وعم نشتغل سوا. نعم شكله في شيء يعني، شكله احساسي بمحله. اليوم الاخوه بتتشارع اوقات. بلشت بالتلفزيون بمجموعه من التلفيلمز اواخر الثمانينات، وهذا الشيء كان دارج وقتها انه مدني اليوم بينعمل 70 حلقه بالثمانينات، كان يعني المسلسل بحلقة واحدة، جزء من ظروف الحرب أو جزء من أنه كانت دارجة وقتها هيدي الشغلة يعني، فيلم طويل للتلفزيون. بس بعدين ركبت أشهرهم الأكبر من أمثال مثلا إبراهيم مرعشلي، موريس معلوف، منير كسرواني، أبو سليم حتى كله. يعني كنت أنت إذا بدك المنتج. عملت مسرحيات كتير، أنتجت كتير مسرحيات، وكانوا لما سليم فيليب عي الله يرحمه ومارسيل مارينا. شو أكثر مسرحية هيك بتحبها من هالمرحلة؟ لك في مسرحية كنت حبها كتير يلي هي بليز مع وقف التنفيذ، وأخذت كتير وقت بجي. وإعادة أنا عملت لابنه لشوشو كان بأمريكا، وانا بوقتها بواسطه وئام الصعيدي يلي بوجه له تحيه، كان هو اول مؤسسين تلفزيون المستقبل. وهو كان بيعرفه، وقلت له بدي اعيد اخيا بلدنا. اخيا بلدنا كان عاملها شوشو بالستينات وضجت كتير، وانا عندي دائما اني اعيد الاشياء الناجحه. هلا على سيره ديالا، فقعدت مسرحيه اخيا بلدنا مع ابنه خضر لعب الدور. وكان في مجموعه من الممثلين بلشوا بوقتها معي، منهم تقلى شمعون، بيير داغر، توني نصير، كلهم بلشوا بهذيك الوقت انا وياهم بالتسعينات، يعني يمكن بالتسعين ايام حرب التحرير. فعملت هاي المسرحيه يلي اجوا كل النجوم يلي كانوا مع شوشو وحضروا خضر، وفعلا هن عم يحضروا بالبروميير، كلهم كانوا بالصف الاول وكانوا عم يبكوا ويتذكروا شوشو. فكانت هيك اذا بدك لحظه حلوة. وعندك مع ابراهيم مرعشلي ستوب كابتن بوبي، يعني عندك كذا مسرحيه كمان ساعدت يعني او ساهمت بانتقاله لمرحله جديده كمان من مسيرته. 100% النقله من المسرح للتلفزيون رح نحكي عنها بعد الاستراحه الاعلاميه.